ناس. حيه حيه، هلا والله بالحبيب الغالي، هلا والله بالعزيز. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا. ما نمت سبحان الله؟ اي نمت الحمد لله. طار النوم الحين. منو؟ الحين عندك. لا عادي شوي، قعد لي ساعتين ثلاث وارد انام. مرحبا مرحبا. كيف الحال؟ والآمن برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أخي يا بربر زمان يا وي، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. والآمن برب الناس، ملك الناس، إله الناس، بشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والله يا أبو خالد حاسس اني الحين صرت ابوهم صدق، صرت شايب صدق. اشتري لحظه الدور. ليش والله راح اقوم هذا واقوم هذا واقوم هذا واشوف اللي ما صلى وين يا ابوي. يلا على نفسي، يلا نستعان. توعد اجيهم اقول لهم يلا تغطوا. لا وجني واحد يقول انا تعبان مريض وراح افتح له اعطيه علاجات من عندي. اقول لكم الكبت يا عبد الله مساكين، عنده لوز فيتامين سي وبنادول تبع إيه حبوب زكام لا مضحيه بعد. الله يعافيه وشي إن شاء الله. وبعدين رجعنا على المحسن ما صلى وحضر مثلا صحي ولا صحي مرتين. كبرنا يا أبو. صار عندي 21 ولد هنا. لا مو كبرنا يا رجل، برد والله العظيم البرد مو طبيعي ما شاء الله. الله المستعان. لا لا يقولون يوم تشر ايش اسمه، يقولون يقول لي قومني الساعه 9، واحد يقول قومني الساعه 10. ليش؟ قال لك مع الشيبان. تفضل تفضل عجايب والله عجيب. هذا اقول قاموا الساعه 12 بجننوني اليوم. انت ما قيلت ما نمت؟ والله ما قدرت. قالوا تعال في تقرير. تقرير شو؟ تقرير عشان انك فزت بال اول واحد يفوز في برنامج لازم تسوي معه مقابله يعني بوتنز بكره. في كلام اعتقد اليوم زي كذا. قعدت اصور وقعدت مع اني عشت اللحظه قلت ما سويت نفسي اني مشخص عادي. شخصت اول ما عرفت اتكلم اعوذ بالله. اتكلم اشوف نفسي في الشاشه كاني سناب. كاني اصور نفسي سناب. والله يا ابو خال اشوف في التلفزيون كاني سناب اشوف يسار ما عرفت ما ضبطت معي. كتب ما شاء الله علي نص ودي وش كتب. قلت سوي اللي تبي. أنا لا تسألني عن شيء، أنا مشغول مع العيال. الله يعينك. رجع في خاطرك شيء، والله إني كنت أبغاك معي لكن فيه بعض الأشياء كنت محتاج فيها يعني الدراسة. خاطري بشنو؟ لا عشان موضوع ما جيت معي ف في النائب؟ اي والله. لا انا ليش حاط نسبه عاليه؟ عشان ما تاخذ عشان ما اجيك. عشان ما تجيني. هم قاموا لازم بعضهم ما قدم. سعد مثل سعد مثل بعض الشباب من ضمني. لا كنت قاعد اسولف مع سرور شفته قاعد يكتب فقال لي والله الشغل صعب يا ابو خالد. قال لي سرور ما ادري شنو. والله العظيم سال الشباب احنا قاعدين اول ما قال الحين المنظم قلت يا رب بعدني عنها. واحد ما له زين شايل روحه. والله صدق. الحين تخيل حتى الاستقبال لازم احدد اشخاص يستقبلون فقره المغرب، هم اللي يهتمون في القهوه وفي الشاي وفي التمر صب المدرب، هم اللي يستقبلون الضيف اللي عند الباب. هذا المغرب العشاء نفس الطريقه يستضيفون مثل بكره عندنا مشايخ الجمعيه لازم لها طريقه ومن يصب القهوه ومن يصب الشاي لا ومن يجلس هذا يمين وهذا يجلس يسار. تخيل ليش يعني لازم يعني سرور في جهه وانا في جهه عشان نشوف تحركات الشباب. طيب واحد طلع يكتب الساعه الفلانيه طلع ورجع الساعه الفلانيه. طلع من وين يعني؟ من الجلسه. تفاجات على هذا يعني الحين تقرير كامل نساير مباحث هلك بالطريقه. لكن الله يعين لانه يقولون في تايم شفت يعني اذا غاب عن فقره يبدا في عداد ينقص انك انت غيبت. أيه. فتقول تغير من ساعة كذا للساعة كذا طلع يعني عقب ورقة شغل مخالفات. الله يزينه يا أخوك. رجعت أيام المدارس. كنت مدرس. احنا نسميهم حتى احنا أيام مدرسة كنا نسميهم النظام. هذا لما يكون بين الحصة والحصة مو في خمس دقائق
هم يضبطون الامور ما امور يكونون وعدا يخلونهم مثلا سنه ثالثه ورابعه عرفت الكبار كان يلبسون ازرق مو نفس لبس الطلبه زي كشافه لا مو كشافه الكشافه برا المدرسه النظام داخل المدرسه كنا نسمي هذول جيش وهذول شرطه عندنا اعتقد كان حتى النظام نسميهم شرطه على وقتنا كان يلبسون بس لبسنا ما نلبس لبس معين ازرق نفس لبس الطلبة احنا لنا ابيض ورمادي هم يلبسون ازرق ورمادي وهني على لزقة بيده نفس هذه مالت الكابتن كرة القدم ومكتوب النظام خلاص وشخصين اي وبريها شخصين ولا صلاحيات يعني لا صلاحيات انه مريح مدرسين اي مريح المدرسين يريح منه تقريبا كل لاين من الصفوف لهم مشرف فهذول يكونون تحت المشرف بس من مميزاتهم اللي منستهم انه مثلا طابور الصباح ما يحضرونه يعني مو اللي يقفون مع الطلبه يكونون فوق عرفت؟ انا الحين بكره بتفاهم مع سرور بعطيه قائمه اسماء وانا باخذ يعني فرضا باخذ واحد العشرة يكون تحت يعني عيني يعني 10 كذا ثم تبادل بالشكل وتقرير كل 3 ساعات ساعتين تقرير وش كتب وش كتبت؟ ولو شفت شيء هو ما شاف زي كذا والله يزينها يا اخوك دي كذا مسابقه الشباب اكثرهم عاقلين فما راح تتعب ان شاء الله ما الله يسعدهم يا رب والله صدق اي والله ورجال كبار مو جهال يعني ما تخاف على الشغله هذه اهم شيء بس احمد سعود مضبطه لا لا ولا احمد سعود يعني امامنا هذا لا احد يقرب يمه اذا انا اقول ما اهم شيء يضبطك اضبطك يا احلى لك يا احمد احلى شيء بكره في المطبخ عندي ها؟ ما حد في المطبخ عندي الحمد لله بكره انام باخذ لي كذا قيلول على الظهر اللي ما نفتحي زين الحين شيء بنام يعني 4 ساعات واقوم مطبخش فيه؟ ما عندي مطبخ الحمد لله اي ما اليوم يعني اليوم منو؟ التوأم و من هو؟ التوأم وعبد الله جيبان لا التوأم ومعاذ معاذ ما شاء الله عليهم حتى في المطبخ ما بعض دائما بعض ما شاء الله عليهم هو حالاته شيء انك تخليهم يا بعض ما تفرقهم عرفت ايش يسوون ما يسوون بس زين والله قمنا نفرق الحين بينهم والله للحين اي شيء للحين والله ما عرفت افرق لا عشان يمكن ما اشوفهم كثير الحين تطورنا مو بس بالشكل بالنفسيات قمنا عارف سبحان الله واحد عصبي شوي محمد عصبي وعبد الله هادي عرفت محمد على قولتهم احنا نسميه كبريت بسرعه يشب شراره يعني ايه الله يصلح عبد الله هادي تحس حتى لما يكونون يا بعض عبد الله يمتص غضب اخوه الله يعين دي بريوق لا شوي يوم الحين تو الناس سوانا عبد المجيد السندويتشات كذا حركات توست وكذا جابها لنا الله يسعده طري مع الساعة 3 تقريبا 3 ها؟ حلوة اليوم يا أخي الفهيتة لعبت فينا لعب قسما بالله قديم النعمة حط أنت؟ يا رجل أنا ماسك شفتات حشاك بالحمام ساعتين رايح ساعتين رايح ساعتين رايح والله العظيم تلشت اللي من الغهر نمت والله عفس جوي أنا على بالي بس أنا بس سألت أول الشباب قالوا أكثرهم إيه ابن حالتي بهذلنا متفاهم الشباب على موضوع العشاء بكره يكون بعد الفقرات يتاخر شوي لان 24 ساعه الوضع فنحتاج عشاء متاخر وان الغداء نتغدى عصر عرفت؟ احنا نتغدى العصر؟ اي فاليوم جاء بدري بعد العشاء الفاهيته اي فبنخلي العشاء بعد الفقرات يعني الساعه 10 ونص نبدا ناكل بس بشرط يكون يعني على قولتهم شغل نظيف يعني فرش يعني بيكون قصدي ساخن. يعني اخروا زياره يعني ايش اسمه؟ زياره العشاء او شفتات العشاء تتاخر ما يجي بدري. واساسا بيحطون المقر هنا خلاص بيشتغلون يمكن على الاسبوع القادم او اخر اسبوع بيكونوا شغالين عندنا على طول. الطبخ عندنا يصير القدور وكل شيء. تكون اريح
لأن اليوم يقول تأخرت فقرة المنظم بسبب عشانه يعني أنت عشان. إيه أوكي. سهلات يا أبو خالد. والله صدق ما توقعت إني أنا أعلى واحد. ليش؟ أنا صراحة توقعت الله يستر عليه وليد. يا عشان درجات اللي ماخذها. إحنا المشكلة ما تدري شنو شلون آلية التقييم. ما تدري شنو آلية ال يعني هل الدرجات اللي أنت قاعد تأخذها في الدورات هي شنو النسبة اللي بينها وبين مثلا الأشياء اللي أنت قاعد تسويها هني؟ ما أدري. ما تدري يعني ما الصلاة ما تدري كم؟ صح. علامة استفهام عرفت؟ بس تدري شنو إن عليك خصم 70 يعني نسب. بس كدرجات ما تدري. أنا كنت متوقع نفسي إني كويس بس ما توقعت نفسي إني أنا الأول. إيه. يعني أنا كنت طالع وليد. يعني إنه هو اللي يفوز. بس متوقع نفسي كويس يعني أنا أقول كويس أوكي يعني أنا جيد جدا. بس ما أعتقدت إني أنا الأول يعني إذا قلت الشباب اللي خذوا 800 يعني وليد ما شاء الله خذ 400 ظني أسبوع بداية أسبوع 800 خذ 800 من 800. الجمهور يعني معقول أنا متفوق مو تشكيك ولا شيء الحمد لله 400 كويس يعني بس أني تستغرب تقول إن في درجات عالية وأحلى من المسابقات وإحنا ما ندري وين كيف تجي ما ادري شو الموضوع بالضبط ان هذا اللي يقول لك خليني افكر يعني يعني مو كل شيء المسابقه ما هيش يعني مو بدك المقياس لا لا مو كل شيء مو بدك المسابقه يعني هي فكرتها شنو ان القوه الثانيه مالتك بس انا يعني مو بدك الدرجه يعني شيء نسبه بسيطه تصير اي نسمع 400 وكثير 400 اي 400 بالنسبه لي انا ما فزت ب 400 اساسا قالوا اليوم بالماينس بعد طلعت اني ما جاوبت رحلة الشتاء والصيف الشتاء على بالي ان الشام طلعت اليمن وانا اساسا ما توقعت انها يعني توقعت الصيف اليمن لكن كنا يلا بصره راحت توينك الكتيب مالك مال المسابقات هذا عند راسي في النوم انا عند الطاوله عند الطاوله ها في اثنين عندي بس واحد نوع شكل وواحد شكل شلون يعني يعني مختلفات واحد 7000 سؤال وهذا يعني واحد نمونه والثاني نمونه بس تقريبا نفس الاسئله والله يمكن نفس النظام نفس النظام هاليوم لما جاي يسولفون على الجزيره اللي بالبحر شفت انت قلت اضحك امس قاعد اسولف عنها ايه امس قاعد اسولف عنها لا اليوم السؤال حق اسد ال اسد من الفرات وش خاطرك الحين فيه؟ شنو؟ الحين وش اللي خاطر ببالك الآن تسوي؟ اللي بخاطري أنا الحين؟ الحين إبرتين بروفين مسكن ألم رجل إيه لأن متعكر مزاجي متعكر يعني أنا الحين بالكويت إذا جاني عوار رجل 3-4 أيام ما أطلع من البيت نفسيتي تعبانة وما لي خلق أحد السبب شنو؟ السبب ان قاعد تعور الم الم كبير يعني واحد راسه عوره خلاص يا رجل طالع من المسجد اذن الاذان الاول ها طلعت حشاك من الحمام توضيت ليه تركز معي ها لين وصلت المسجد اقام الصلاه يعني تقريبا ربع ساعه من هني لهني ربع ساعه قاعد امشي عوار شيء مو طبيعي عرفت ثاني شيء سبحان الله اذا انت نفسيتك زينه ما في الم ما في شيء عادي تضحك وكل شيء انا والله متحامل على نفسي والله يا ابو خالد الا انا متحامل على نفسي والله يعني ضاغط نفسي مره متحمل والله متحمل والله بس الى متى تعودت على على قولتك انت تقول حاول انك تعيش مع الالم تقول ذاك اليوم اي انا عايش وياه عرفت بس انه ليش لان شنو صار شيء جديد الحين اوكي في الم عندي طبيعي متعود عليه بس يا ولد ارق النسا هذا انا متاثر والله يعني المشكله بدا يلبي حلبين على ملامح ملامحي شوي يعني حسيت كواحد وش فيك قلت والله يا اخوي اعذرني والله ما اقدر بس يعني احاول قدر الامكان اني اوازن بين هذا وهذا واعيش مع الوضع يعني احاول اتكيف معه هي فتره الشتاء اي يعني اتذكر اول يومين جينا كان الجو زين في شمس يعني الحين اليوم تبارك الرحمن امس قصدي الحين احس اني دفينا شوي الان امس لا الحين اكثر جو مو برد برد قصدي اليوم الشمس موجوده ما تدفي
صح جالس اليوم هنا في الدوار. اي والله قاعد ان الشمس قاعد طالع شمسي. صادق شوف الحراره الحين كم ها 14 شوف 14 فوق على اليسار. اي سبحان الله. طبعا بالغرفه غير عذاب. لا هنا اشوى. زي السؤال كلموك على النوم هني في شيء؟ اي انا سالتهم والله قالوا لا ما في مشكله. اي زين قلت حق الشباب. بس هنا. هناك ممنوع هنا ممنوع. اي بس هناك. عرفت؟ لان هناك حق بس حق ال اي ولازم بعد عشان بيجي هنا يمكن المشايخ يجي هنا. اليوم في الليل في فقره اليوم اي وقت ما يجي المشايخ نشيل اغراضنا قبلها مثلا بساعة ما في مشكله. عرفت؟ نشيل نحطها في الغرفه ذيك عادي. اي من قريب. الحين احنا مو نمنا داخل شوف اشتغل علينا الناموس احنا جايين هني بس عندي ناموس ولا البرد اللي بالغرفة هذيك شوف هذه ميزة يعني المزارع والجواخير احنا نسميهم بعد ان الاهل يغيرون جو يعني اعتقد ان الجو هني مو نفس الرياض. اي لا لا هنا ابرد. انا كلمت اليوم ابو مدري ابو ريان او اللي جانا اليوم في المسابقات يقول فرق يمكن 8-9 درجات يعني. إيه؟ يقول في الرياض عندنا صراحه يقول في تقريبا حول 20 او زياده. انتوا عندكم هنا يعني على 12-13 يعني وضع اضافه المنطقه مساحه مفتوحه يجي فيها يعني هواء تيارات هوائيه شوي. إيه. هذا اللي يوجع والله. ويقول كان اشوف كنت بالغون يعني في اللبس كنت شلون بس لما جيت اليوم عرفت ان الوضع مو طبيعي. اه لما جاي يشوفنا إيه. يقول اشوفكم في التلفزيون وش لابسين ذول. فلما جاء وشاف الوضع قال ما الومكم يعني الوضع. الله تمساح يا ابو ايوه ولا انت والله انك محشوم عن الله زمان اقرب.